بتدلعوا كل حاجه يا جماعه. انتوا لهجتكم دي نقطه قوه، انا مش عارف انتوا مدركينها ولا لا. لهجتكم دي عندنا في مصر تخلص مصالح. يعني حضرتك ممكن تقولي لي كرمال عيونك؟ الله، انا بقالي اسبوع في لبنان ماشي عامل كده على اي حاجه بتتقال والله. فاكتشفت ان القطه هنا اسمها بسينة. يا خلاصي بسينة دي عندنا بني ادم بلغه في ثالثه حقوق. انا عندي قطه ما اعرفش، ومذكر قطه قط، والله ما كنت اعرف. وماشي اقول للناس بقى يا جماعه انا عندي قط، والله يقولوا لي بجد والله العظيم، واسمه زيكو.